لكنه من قبل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. مرات الشيخ قالت هتديني بطه كبيره النهارده، بس هي طيبه يا عم. مالك يا اختي بتردي كده ليه؟ معلش متضايقه شويه. مش كتير عليكي؟ خلصت شوهاي. اهي الدنيا مقلوبه اهو، وهو نايم ومبحلق في السقف. بكره يجي اللي يفززك. ياه امشي اقعد طول اليوم. مش انت هتجد للحاجات دي؟ انت هتبقى تفتح امك. لا لا انت جبان دي انت بدات. لا يا حنين يا لهوي يا يا تسرح حمام واقف عليه حرس يا هلا؟ ده الاخويا اللي لسه طالع من السجن، فين وطنيته؟ لو هنتكلم بقى في وطنيه وثوره والكلام ده، ده انا ابو الوطنيه. والأقلام وكل حاجه؟ والهدوم اللي دي؟ اتأكدتوا انها نضيفه؟